قلب حرية ما لسه أنا بتعملي حاجة خارج الهوا، يعني لو أنا لو أنا قلبي أنا اتصرف أنا بيها. أنا حبيت مرة واحدة في حياتي، كان عندي 22 سنة، وهو مات قبل كتب الكتاب بيوم. ف من ساعتها الحقيقة ما بقالي ودلوقتي 22 سنة دلوقتي فاتوا، للأسف ما اعرفش، ما دقش، ما قلبي ما دقش، ما اعرفش، ما قابلتش حد لسه. لسه ولا فكرة الجواز لسه موجودة لا برضه؟ طبعا موجودة طبعا، انا بنت، انا نفسي، بس لازم اكون بحبه، لكن لازم اكون احبه، بس انا ما قابلتش الحقيقة حد.